في تحديد الوقفات فقبل بدء الاعتصام. ثالثا، على امريكا ان تعلم جيدا اننا مبدأنا معلوم ومعروف وهي وقفاتنا واعتصاماتنا، ان قدر ذلك هو سلمية سلمية، لكنها لم ولن تحيد عن قضيتي ابدا، لكنها لم ولن تحيد عن قضيتي ابدا بمشيئة الله تعالى. وعندما علمت الأسرة فليسمع الامريكان ذلك، ان بعض المتحمسين لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن سارع في وقفة الماضية الى ميدان التحرير للاتيان ببعض الثوار، وقد اراد بعضهم الشغب، منعناه ونهيناه. فعلى امريكا ان تفهم ذلك وان تتقي ثورة الغضبان، فكل شخص يترجمها حسب شخصيته وحسب هويته، والاسرة حينئذ غير مسؤولة عن ذلك التصرف. ولكن للعلم قد منعت تصرفات كثيرة من هذا القبيل، فعلى الادارة الامريكية ان تتعاون هي والمجلس العسكري والمخابرات في سرعة الخطى لعودة الشيخ عمر عبد الرحمن حتى ترفع الحرج عن الأسرة ويعيش كل منا في أمن وأمان. يا أوباما اهتم اهتم، يا أوباما اهتم اهتم، احنا قلوبنا بتنزف دم، احنا قلوبنا بتنزف دم، يا أوباما اهتم اهتم، يا أوباما اهتم اهتم، احنا قلوبنا بتنزف دم، احنا قلوبنا بتنزف دم، يا أوباما اهتم اهتم، يا أوباما اهتم اهتم، احنا قلوبنا بتنزف دم، احنا قلوبنا بتنزف دم. يا مشير يا مشير، يا مشير يا مشير، شيخنا عمر لسه اسير، شيخنا عمر لسه اسير، يا مشير يا مشير، يا مشير يا مشير، شيخنا عمر لسه اسير، شيخنا عمر لسه اسير، يا مشير يا مشير، يا مشير يا مشير، شيخنا عمر لسه اسير، شيخنا عمر لسه اسير. رابعا، لقد ذكرت في الوقفة الماضية أنني سأذكر لكم تفاصيل المسيرات الشعبية لعملها في محافظات مصر المختلفة والخطة المعدة بفضل الله تعالى. وقمنا بمسيرة شعبية في حي العمرانية بالهرم، ولكن الأسرة، اسمعوا هذا جيدا، ولكن الأسرة أرجعت عمل المسيرات حفاظا على الامن العام وعلى امريكا والمجلس العسكري ان يتفهم ذلك جيدا، وذلك لان الاسرة لا تستطيع ان تباشر بنفسها كل المسيرات في المحافظات المختلفة. وحينما بدأت في العمرانية كنموذج وجدت بعض المتحمسين يعلنون في المسيرة، حينما علم بمحنة الشيخ ان كل امريكي سيكون مستهدفا، ان كل امريكي سيكون مستهدفا ما لم يفرج عن الشيخ. ولكن الوصف سرعان ما نوق ونبه ان كل امريكي دخل الى مصر دخل بعهد امان، والشريعة الاسلامية تأمرنا ان نحترم العهود، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا ما تربينا عليه من الوالد الكريم، وهذا ما صرح به الشيخ عمر على قناة CNN حينما فكر الطابق الأرضي من مركز التجارة العالمي في عام 93. وبناء على ذلك أرجعنا المسيرات لبعض الوقت طمعا في استجابة المجلس العسكري وأمريكا في حل هذه القضية، ولا تحوجنا لعمل تلك المسيرات. يا أمريكا كفاية أساوة، يا أمريكا كفاية أساوة، حبس الشيخ بيزيدنا عداوة، حبس الشيخ بيزيدنا عداوة، يا أمريكا كفاية أساوة، يا أمريكا كفاية أساوة، حبس الشيخ بيزيدنا عداوة، حبس الشيخ بيزيدنا عداوة. اصحي يا أمة أمريكية، اصحي يا أمة أمريكية، نهاية حزن نهاية قوية، نهاية حزن.
حسن الهياوية. اصحي يا أمة أمريكية. اصحي يا أمة أمريكية. نهاية حسن الهياوية. نهاية حسن الهياوية. صبرا صبرا يا أسير. صبرا صبرا يا أسير. صبرا صبرا يا أسير. صبرا صبرا يا أسير. العصر والله مع تيسير. العصر والله مع تيسير. العصر والله مع تيسير. العصر والله مع تيسير. حسن مبارك شاف السل. حسن مبارك شاف السل. وانت يا شيخنا امام الكل. 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 شيخنا فجر ثوره زمان. شيخنا فجر ثوره زمان. شفنا اثرها في الميدان. شفنا اثرها في الميدان. شيخنا فجر ثوره زمان. شيخنا فجر ثوره زمان. شفنا